النقطة الأخيرة، الحمد لله وقتنا ممتاز، علاج الطلاق العاطفي. طبعا نحن لسنا بأطباء، نحن بعد أن شخصنا الداء الآن نبين الدواء. أول نقطة أقولها دائما أخواني وأخواتي، الصبر ثم الصبر. المسائل تحتاج، بعض الأمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. أنا برجع حالردود بعدين إن شاء الله تعالى. ما شاء الله 31 رد في الشات موجودة، بقراهم بعدين على السريع. أخواني أخواتي الأعزة، إذا كنت سمعت هذا الكلام وحسيت بقصور، بادر بادر، أي خلل معين عندك في هذا الجانب بادر. أنا أقول لكم نحن لسنا بمثاليين، نحن بشر عندنا أخطاء. يعني أنا أكلمكم عن نفسي، أنا عندي أخطاء من ساسي إلى راسي، أنا ما عايش في بيتي حياة مثالية. ودائما يقولون لنا خلف، أنا بعض الحسابات تنقل بعض التغريدات، تو هذا خلفان يعبر، تو هذا خلفان يطبق، تو هذا خلفان. أنا أقول نحن هنا ندعو إلى سبيل الله، ندعو إلى، يعني هذه دعوة إلى الله، ونحاول قدر الإمكان أن نطبق، نحاول قدر الإمكان أن يعني نطبق ما يمكن تطبيقه. لكن نحن بشر نخطئ ونقع في المحظور، وعندنا نقص، عندنا أخطاء. أنا أقول إن سمعت بعض الكلام وحسيت نفسك أنك أنت غير مطبق لهذا الكلام، فحاول أن تطبقه، أو أن تطبق ما يمكن تطبيقه، أو أن تطبق الأغلب، لأن هذا يسهم بشكل أو بآخر في تحسين العلاقة الزوجية ويؤدي إلى تماسكها. النقطة الأولى علاج الطلاق العاطفي، حقيقة النقطة الأولى أن يكون هناك اعتراف حقيقي من الزوج والزوجة بوجود الطلاق العاطفي. يعني تجي الزوجة تقول حزوجها فلان ترى علاقتنا مشكلة، فيقولها ليش هلكتينا؟ علاقتنا ما فيها شيء، الحقيقة مشكلة. أو بيجي الزوج حزوجته يقول فلان ترى موضوعنا علاقتنا مشكلة، نصلحها نرتبها نحسنها نطورها، ترد عليه لا علاقتنا زينة، أنا ما بأي شيء، مشكلة. ودائما أنا أقول إذا شخص يريد يتواصل معي عنده مشكلة، إذا ما مقتنع بمشكلتك لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، السموحة. بعض الأحيان أن عندي حالات كثيرة، يعني أحيان نفسية ما يطبق الخطة العلاجية، يتصل بي من أجل الاطمئنان أو التسكين. يعني أستاذ من مجرد ما أسمع صوتك أنا أرتاح، ما علاج، أنا ما حبوب التسكين. أنت تلتزم بخطة علاجية، اصبر تحمل طبق، ما تستخدم المستشار الأسري أو الاختصاصي يعني في هذا المجال من أجل أنه تسمع كلمتين وتطمن اليوم الثاني ترجع مثل ما كنت. هذا خطأ. أن يكون هناك اعترافا صريحا واضحا من الزوجين بوجود فيروس جالس ينخر في عش العلاقة إلى أن يؤدي بها إلى الانهيار والعياذ بالله الواحد القهار. النقطة الثانية سجلوها معكم، الصراحة والوضوح والمكاشفة. هذه ثلاث أشياء نحن نريدها، الصراحة والوضوح والمكاشفة. فلان، نضرب مثال فلان، يعني زوجة تقول حزوجي يا فلان يعني أريدك تصارحني في نقاط، شفتك كأنك بديت تنفر مني، في نقاط ما عاجبت انك فيني، اذا نقاط ما عاجبت انك فيني انا مستعد احسن من نفسي. دائما حاولوا، على ترى العلاقه الزوجيه تحتاج الى تحديث، ما بس فقط الهواتف تحديث، ما تطبيقات تحديث، ايضا العلاقه الزوجيه تحتاج الى تحديث، تحتاج الى قراءه، تحتاج الى حضور محاضرات مثل هذا الان جزاكم الله خير، تحتاج الى تطوير. بيجي الزوج يقول لفلانه بصراحه شفتك في الاونه الاخيره ما تهتمي، يعني سولفي عندي ومنشغلة أكثر شيء بأولادك. هذا جميل للنقطة. أو الزوج يعني يصارح زوجته يقولها فلانة شوفت ما مهتمة فيني، في نقطة في خلل في كذا. نحتاج للمكاشفة والمصارحة والوضوح إلا في نقطة واحدة، لا للمكاشفة عن ويش، من يكتب من يجاوب. المكاشفة أحسن لأنها أكثر من كذا يتراكم، أحسن ممتاز. نكاشف إلا شيء واحد عن الماضي، ممتاز. هدوء المطر، ما شاء الله هدوء المطر، كم مرة أنا أشوف من الناس المتقيدين في الحضور.
نعم الماضي، إياكم سامحوني على الأسلوب التحذيري، إياكم ثم إياكم أن تكاشفوا بعضكم، خاصة بناتنا زوجاتنا العزيزات، ما تأخذك العاطفة تجلس تفتي اللومية كامل، تقولي والله كنت كذا وكنت تو تبتل الله، مستحيل هذا الكلام، ما أريده أبدا أبدا. الرجل المشكلة إذا يعني الثقة بدي تضيع منه تجاه زوجته، مشكلة، وأيضا حتى المرأة، لكن في بعض العلاقات لا تغتفر اصلا. فارجو ان لا تكون مكاشفه عن الماضي، مكاشفه عن الحين الحاضر، الخلل الواقع مثل ما ذكر الاخوه، حتى لا تتراكم المشكلات ثم يحدث بعد ذلك الانفجار العظيم. ما نطمح ان تصل العلاقه الى هذا المستوى. الحوار والتفاهم والابتعاد عن النقد والتجريح والهجوم. الحوار والتفاهم والابتعاد عن النقد والتجريح والهجوم. الحوار والتفاهم. أنا أقول لكم معلومة، مشكلاتنا الزوجية كلها سببها سبب واحد، إيش هو؟ أنا أكون جالس تتعشي. مشكلاتنا الزوجية سببها سبب واحد فقط، أحسنت، هدوء المطر. ما شيء حوار، هدوء المطر، أنا أرشحك أو أرشحك في المرة الجاية المحاضرة عليك. ما في حوار، ترى منه تبدأ المشكلة، تبدأ، ما قلة الحوار، ما في حوار، حوار ما في أصلا معدوم، ما في نقاش. الحوار إذا غاب الحوار عن العلاقة خلاص، ما لنا في الزواج، حتى في العمل إذا ما في حوار بين رئيس ومرؤوسه، حتى إذا ما في حوار بين أهلك، حوار مع الناس، حوار كل شيء في البيع والشراء، إذا ما في حوار ما في أساسا، ما تصل إلى نتيجة. لو تشوف القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته كله حوار، حوار واضح وحوار يعني محترم وحوار يعني يقدر الشخص الآخر، لكن طريقة الحوار أيها الأخوة والأخوات تختلف، يعني الزوج طريقة الحوار معه تختلف عن طريقة الحوار، يعني الزوج لما تحاور زوجه عكس لما الزوج يحاور زوجته. تعال فلان، اليوم شوية شديد، تعال فلان أسألك سؤال، إيش هذا؟ إيش هذا؟ الهاتف إيش فيه؟ طبعا أنا أقول لك أن الزوج بهذه الطريقة يخلو بالطاولة، حتى إذا كشفتي حاجة مشكلة ما بهذه الطريقة، لأن بهذه الطريقة الزوج كأنك أنت ما محترمتنا أصلا، ويمكن تكون أنت غلطانة أصلا بالأسلوب، فطريقة الحوار معك خاطئة. والزوج إذا شاف طريقة حوار بهذه الطريقة إيش راح يسوي؟ راح يقلب الطاولة عليك. لذلك كوني دائما حذرا. نحن نقول في الخيانات مثلا، خيانات، ما في زوجة تناقش زوجته موضوع خيانة بمجرد الشك، ليش؟ لأنه هو يقلب عليك الموضوع، إذا مسكت دليل مادي واضح مكشوف بإمكانك أن تحاوري بحوار بطريقة يعني مهذبة، بحيث أنك أنت تحافظي على الموضوع اللي قص ناقشه فيه ولا يقلب الموضوع رأسا على عقب. النقطة الثالثة أو الرابعة، حقيقة نحتاج إلى تقدير في العلاقة، تقدير لعلاقاتنا، يقدر الزوج يخرج من بيته، يجيب الأغراض الأساسية، يجلس مع أولاده، يعني يهتم، نقدر الزوج باهتمامات، نقدرك الشخصية، نقدرك كرجل، أيضا نقدر الجهد الذي تقوم به المرأة، جهدها في المنزل، جهدها في الطبخ، جهدها في التنظيف، جهدها في تربية الأبناء. هذا نحتاج إلى التقدير. التقدير عبارة عن ويش؟ عبارة عن طاقة إيجابية يعطيها طرف، يغذيها طرف في داخل الطرف الآخر. فلا ما شاء الله، والله اليوم أنا استمتعت بالرحلة، جزاك الله خير، الله يسعدك يا رب. والله نحن مسرب من أمهاتنا يا أخي، أمهاتنا يعني، والله يعني أنا أستغرب، أنا وحدي أستغرب، الوالدة لما تشيلها، الأم لما تشيلها مكان تدعو لك من غير تو مر عليها، راكبة السيارة، أحسنت ولدي، جزاك الله خير، ضيعنا لك شغلك، تتسوق وترجع قبل أن توصل البيت، ضيعت لك شغلك، جزاك الله خير، الله يفتح عليك، الله ييسر عليك. والله العظيم هذا كلام رائع، هذا كلام يخلي الشخص مرة ثانية يجي. شوف أمهاتنا
زوجاتنا يقولن كذلك، لكن نأمل منهن انهن يكونن افضل، ولأن ما حد يعني يصل الى درجة الأمومة مثل الأم. احسنت جزاك الله خير، فلان اليوم الطبخة عجبتني جزاك الله خير، احسنتي، والله ما احب اي طبخ من طرف اخر. هذا الاشياء التقدير من غريبة. هذا التقدير يعني اذا حصل تقدير في العلاقة يبدأ الجفاف العاطفي او الطلاق الصامت يشرد من البيت، يطير يهرب. فنحتاج الى تقدير حتى ان كانت اشياء بسيطة، حتى ان كانت اشياء بسيطة نحن نظنها بسيطة، لكن ان قدرنا فيها بعضنا البعض. يعني واحد من الازواج يخبرني يقول لي زوجتي تورطت في امتحان من الامتحانات، سوي حل طالبات امتحان، تورطت وقت ضيق، فجاتني قالت لي اريد منك انك تكتب لي الامتحان تساعدني. يقول اشتغلت معها وكتبت الامتحان بالقلم، بعد ما خلصت يعني اليوم الثاني قدمت لي هديه. يا فلانه حنمود الهديه، قالت هديه لك، انا باغي اهديها لك. في نفس الوقت انت وقفت معي. قال فلانه ما يستاهل الموضوع. قالت لا يستاهل، يعني حتى الاشياء البسيطه نقدر فيها بعضنا البعض. حتى اذا قال لك كلمه اليوم الثاني يقولي لفلان عجبتني كلمتك اثرت فيني، نتكلم شويه بدل اللي جالسين كابتين. وان شاء الله تعالى هذه مرحله الكبت اذا وصلنا فيها مثل ما ذكرنا في بدايه المحاضره، المشاركه في الهوايات، مشاركه في الاهتمامات، حتى وان كانت هوايتك انت ما تتناسب معه، خلينا نسي نمشي، مشي معه يا اخي، مشي معه. هو باغي انك تمشي معه، من بيمنعك يعني؟ هو زوجك. بالعكس انا قريت معلومه الله اعلم صحتها، ان المشي مع الزوج يحرق سعرات حراريه اكثر. كذلك كسر الروتين، ذكرنا هذا الكلام، نكسر الروتين بطلعه، نكسر الروتين بعشاء، بغدوه وعشوه كما يقال، نكسر الروتين بحفله، نكسر الروتين بتغيير الاثاث، نكسر الروتين باقامه مسابقات، خصوصا في هذه الاوقات اطفالنا واولادنا في اجازات. كذلك نتقبل نقطه قبل الاخير، نتقبل الطرف الاخر رغم العيوب. نتقبل الطرف الآخر رغم العيوب، ما في إنسان ما في عيب، أنا أكلمكم كل عيوب، ما في إنسان ما في عيب. أتقبلك، بعض بناتنا يغلطن، زوجاتي يغلطن، حاولت أغيره، حاولت أغيره، ما تغيري إنسان طبيعته مختلفة تماماً عنه، أنت غيري من نفسك، طوري من مهاراتك إمكانياتك، يتأثر بها الطرف الآخر، تقول فلان مثلاً سير صلي، ولو أن هذا الكثير يختلف معي في هذا الجانب. كثير سير صلي كأن أمر مباشر، ما يصير أصلي بهذه الطريقة، لكن لما يشوفك أنت محافظة على صلواتك، حضري محاضرات، سيتأثر ولو بعد حين. النقطة قبل أو النقطة الأخيرة يعني آخر نقطة، الدعاء. يعني بعض المشكلات ما لها حل إلا بالدعاء. قبل الطلاق الدعاء، ندعو الله عز وجل بأن يعني يهدي فلان. كثير زوجات، كثير ازواج يقول الله يهديها، الله يهديه. بالعكس هذا شيء طيب. احيانا المشكله ما نقدر نوصلها الى حل، الله يهديه، الله يهدي فلان، الله يصلح الحال. طبعا الدعاء وحده لا يكفي، الدعاء وحده لا يكفي، لابد ان ناخذ بماذا؟ لابد ان ناخذ بالاسباب.